مرة أخرى وفي الوقت الذي تشتد فيه الهجمة الصهيونية على أرضنا وشعبنا ومقدساتنا، تصر السلطة وأجهزتها القمعية على أن تثبت أن أولوياتها واهتماماتها وشغلها الشاغل منصبطا على اعتقال المناضلين والشرفاء من أبناء هذا الشعب. يعني أول رسالتنا هي إدانة هذا السلوك من قبل أجهزة الأمن، لنقول أنه أولى بأجهزة الأمن وأولى بالسلطة أن تكرس وتعزز كل الجهود للدفاع عن الأقصى لمواجهة المستوطنين الذين اليوم يقتحمون برقة في جنين ويقتحمون ساحات المسجد الأقصى والمسجد الأقصى وقنابل الغاز ويقتلون كل يوم أبناء شعبنا. الأولى بالسلطة والأجدر بالأجهزة الأمنية أن تقف إلى جانب شعبها، وبالتالي ما قامت به هو مدان. رسالتنا هي أن المستوى السياسي هو الذي يتحمل المسؤولية الأولى عن استمرار الاعتقال السياسي الذي يرفضه ويدينه كل أبناء شعبنا وقواه الوطنية والحية، وثالثا نحمل مسؤولية يعني ما يجري للسلطة، ونطالب المجتمع المحلي، المنظمات الحقوقية المحلية والمؤسسات الدولية، لأننا أمام منظمة المفوض السامي لحقوق الإنسان، بممارسة الضغط على السلطة لوقف هذا السلوك البائس الذي يتواصل ضد إرادة أبناء شعبنا.